هل الزواج من النصرانية مع أنها مشركة تقول إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الشركيات، وهل حكمها حكم الوثنية أم أن هناك فارقا آخر؟ الله أباح هذا، وهي تقول هذا وقت نزول القرآن، والله أباح هذا وهو أحكم الحاكمين سبحانه وأعلم بمصالح عباده، فهذه مخصص. ولا تنكح المشركات خصصتها آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مخصصة لها.